في حوار مع الحزم سيكون ديربي خليجي سعودي كويتي، بعد ما كان ملعب ضد النصر وانتصر 1-0 بهدف سليم بن عاشور محترف التونسي. كرة ممتازة والفريق القدساوي يبدأ بشكل ممتاز، فرصة وهفوا هدف أول، الهدف الأول من بدر المطوع، الهدف الأول لبدر المطوع. إذا 1-0 للفريق القادسية. القادسية هفاولة كانت من الحارس لم يستغلها من فاول مساعد ندى، وفي الدقيقة الثامنة خطا فادح من دفاع نادي الخور وهدف فتح باب التسجيل عن طريق بدر المطوع. إذا هدف للصفر طبعا كانت مستحيلة على الحارس جبريل كاني. شوف الخطا من الدفاع كان قاتل، شوف الكرة هفوة فادحة جدا، هفوة فادحة من لاعب رقم 99 جاكسون بيل شاتو الكاميروني. شاتو الكاميروني المحترف كان في الدوري الألماني يضيع كرة ويهدي هدف للفريق الكويتي